وهو احتفالنا كلنا، احتفال كل المصريين، مش احتفال الشركات اللي شغالة في حفر الأنفاق ولا القوات المسلحة، لا ده احنا كل المصريين النهاردة بيحتفلوا بخروج المكنة الرابعة من منطقة أنفاق بورسعيد، عشان يبقى كده الحمد لله النهاردة انتهت مرحلة الحفر والتبطين بالكامل بنسبة 100%. انت شفتوا يوم 23/12 لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشرفنا في منطقة الإسماعيلية أثناء الاحتفال بخروج المكنة الثالثة، وقال ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنخرج المكنة الرابعة يوم 6 أو 7 يناير. احنا الحمد لله بأسلوبنا في ضغط العمل نجحنا ان احنا ان شاء الله نخرجها النهاردة يوم 4 يناير قبل ميعادها، اللي هو أصلا كمان كان متبدر تقريبا 6 شهور، خرجناها قبل ميعادها برضه بيومين. أنا النهاردة ببارك لكل المصريين على إنجازهم الكبير، ببارك لكل الشركات المصرية اللي اشتغلت معانا، ببارك لكل المكاتب الاستشارية وكل ضباطنا اللي أشرفوا على هذه الشركات. بقول لهم أنا بشكركم، عملتوا حاجة كويسة جدا لبلدكم، عبرتوا وانتصرتوا على الخوف اللي كان جواكم واللي كان جوانا كلنا في بداية التنفيذ الأنفاق. احنا ما كانش عندنا خبرة كافية في مجال الأنفاق، كنا خايفين طبعا من الفشل، كنا خايفين من قلة الخبرة اللي عندنا، ولكن الحمد لله شكلنا فريق قوي جدا من استشاريين عالميين وضباط متخصصين من الهيئة الجنسية، ومعانا أولاد مصر المهاجرين للخارج وعلى رأسهم المهندس هاني عازر اللي موجود مشرفنا النهاردة، معانا أربع شركات مصرية وطنية هقول اسمها تاني، ده مش إعلان ولكن ده حقها، شركة المقاولين العرب وأوراسكوم في بورسعيد، وشركة بتروجيت وكونكور في الإسماعيلية، أربع شركات وطنية مصرية كل عمالها وكل مهندسينا من المصريين. الحمد لله بالتعاون معانا نجحنا إن شاء الله إن احنا نعبر وننتصر ونهزم الخوف اللي كان جوانا، خوفنا زي ما قلت من الفشل، خوفنا من قلة الخبرة، الحمد لله ربنا وفقنا. وده أنا عايز أقول إن المصريين لما بتتاح لهم الفرصة ويكون عندهم قيادة واعية بتحب بلدها، عايزة تعمل حاجة لبلدها، بتقويها. يعني احنا كنا شغالين، احنا جداد ما اشتغلناش أنفاق قبل كده، ولكن احنا كان في ظهرنا بلد وشعب وعلى رأسها رئيس جمهورية مؤمن بقضايا بلده، مؤمن بإمكانيات المصريين، كان بيقوينا في ظهرنا باستمرار، زللنا كل الصعوبات، يعني دبرنا مكان جديد من احسن الشركات العالميه اللي بتشتغل في هذا المجال، يوميا كان بيتابعنا اول باول علشان يتاكد وعشان يقوينا، وكانت اتصالاته دايما باستمرار لينا قوه لينا وضمان لتحقيق النجاح ان شاء الله، وحققنا النجاح باذن الله بامكانيات المصريين. وبقول لهم دي مش اول او دي مش نهايه، هو اول مره نشتغل في الانفاق، ولكن دي مش نهايه شغلنا في الانفاق، لا احنا ان شاء الله باذن الله هندخل في تنفيذ جميع الانفاق اللي بتتنفذ في مصر، سواء انفاق للمترو او انفاق تحت قناه السويس تاني او انفاق تحت النيل او في اي مكان في مصر، بالشركات وبالفريق المصري اللي احنا كونناه.